السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المراجعين، أسعد الله صباحكم. في الفيديو ده إن شاء الله بإذن الله تعالى هنشرح مع بعضنا خطوات تفعيل الحساب بعد التحديثات الأخيرة اللي حدثت بالموقع. إن شاء الله هسيب لك الرابط أسفل الفيديو. أول ما تدخل على الرابط هيظهر لك الصفحة اللي إحنا شايفينها. هنيجي على هل تواجه مشكلة في الدخول، نضغط عليها. هنا بيقول لي تفعيل المستخدم للتفعيل برجاء ملء البيانات التالية. هبدأ أكتب اسمي باللغة العربية، وبعد كده أكتب اسمي باللغة الإنجليزية. لو أنت مش هتعرف تكتب اسمك باللغة الإنجليزية بتاخد الاسم كوبي وبتروح على ترجمة جوجل وبتكتب اسمك باللغة العربية، وبعد كده بيجي لك الاسم باللغة الإنجليزية بتاخد نسخة. وهنا كنترول في لسه. بعد كده بتكتب البريد الإلكتروني اللي انت حضرتك كنت مفعل بيه الحساب بتاعك قبل كده. انا هكتب البريد الالكتروني بتاعي بعد كده. بيطلب منك رقم الهاتف او الموبايل، بعد كده بيطلب منك الرقم القومي المكون من 14 رقم، لو هو أقل من 14 رقم بيديك رسالة يجب أن يتكون الرقم القومي من 14 رقم. أول ما بتكتب الرقم القومي بتاعك صحيح بتبص تلقى إن اختفت الرسالة يجب أن يكون الرقم القومي مكون 14 رقم. بتبدأ بعد كده بتختار الجامعة أو الأكاديمية اللي هتختار منها بيانات المؤهل. ممكن تختار من هنا أو ممكن تكتب على طول مباشرة اسم الجامعة بتاعتك اللي انت خدت منها المؤهل بتاعك. مثلا أنا خدت من جامعة المنيا. اختار الكلية أو المعهد، مثلا اختار أنا كلية التربية. بعد كده الدرجة العلمية بتضغط بتشوف حضرتك حصلت على دكتوراه أو ماجستير أو دبلوم دراسات عليا. أنا هختار المؤهل بتاعي وليكن دبلوم الدراسات العليا. بعد كده تختار التخصص. التخصص مثلا وليكن تربية، بيديك هنا علوم وتربية ولا آداب وتربية. هنختار مثلا علوم وتربية. بعد كده بيقول لي اختار التخصص الدقيق. بتبدأ تختار التخصص الدقيق وليكن اللي هو التخصص الأساسي بتاعك. أنا اختار مثلا بالنسبة لي الرياضيات. بعد كده بيقول لي بيانات جهة العمل الحالية. عند بيانات جهة العمل الحالية عايز موجز عن تاريخ العمل بتاعك أو بيانات جهة العمل الحالية. مثلا أنا يقول هكتب جهة العمل بتاعتي. بعد ما كتبت بيانات جهة العمل الحالية بتضغط على تفعيل. بعد ما تضغط على تفعيل بيقول لك برجاء فحص البريد الإلكتروني لتأكيد البيانات، وسيتم فحص البيانات خلال يومين عمل بحد أقصى. طيب نعمل ايه؟ نروح على البريد الإلكتروني بتاعنا. هنلقى الرسالة بتاعتنا احنا. هعمل تحديث هنا. بلقى الرسالة بتاعتي موجودة، اتبعتت لي رسالة. الرسالة مضمونها، تعال نشوف مع بعضينا.
مرحبا بك. برجاء إعادة ضبط كلمة المرور الخاصة بك وذلك لكي تتمكن من التسجيل في النظام برجاء الضغط باللينك في الأسفل وإدخال كلمة المرور الجديدة. طيب إذا ما لقيتهاش هنا تلقاها في السبام. طيب لو ما لقيتهاش هنا طب في السبام هتلاقيها في الانبوكس بتاعتك، انا جات لي على طول مباشره في الانبوكس بتاعتي. طيب افرض ان انا الحساب بتاعي مش ياهو، الحساب بتاعي جيميل، اجي هنا وهضغط على الجيميل بتاعي في المتصفح. وهاجي هنا في اضغط على مور واسحب بالسكرولز تحت كده هلاقي السبام هنا رسالة. لو ما لقيتهاش في الانبوكس بتاعك اللي هو ده هتلاقيها في السبام. طيب لو عندك نسخة عربية احول الى العربية هتلاقيها في الرسائل المزعجة. نرجع لموضوعنا، انا الحساب بتاعي ياهو، هضغط على ريسيت. بس اقرأ في الاول التعليمات، بيقول لي برجاء اعاده ضبط كلمه المرور الخاصه بك وذلك لكي تتمكن من التسجيل في النظام، برجاء الضغط باللينك بالاسفل وادخال كلمه المرور الجديده. شكرا لك فريق النظم من الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد. بضغط على ريسيت، بيفتح لي واجهه جديده زي ما انت شايف، بيقول لي من فضلك قم بإدخال كلمة المرور الجديدة. وبالنسبة لكلمة المرور عشان تخلي كلمة المرور القوية بتاعتك المفروض ان هي ما تقلش عن 8 احرف، والتمانية يكونوا مكونين من ارقام وحروف وعلامة الات اللي هي شيفت وفوق الاثنين او السلاش او اي علامات، مثلا من اول فوق شيفت واثنين، شيفت وثلاثة، شيفت واربعة، شيفت وخمسة، المهم اي علامات. يبقى كلمة المرور بتاعتك لازم تتكون ما تقلش عن اول حاجة 8 حاجات، الثمانية دول يتكون من حروف وارقام وعلامات، والمفروض برضو الحروف تكون فيهم منهم من ضمنهم حرف كابيتال. انا مثلا هبدأ اكون دلوقتي كلمة المرور بتاعتي، ولازم تتأكد من نفسك انك انت تكون تكتب الكلام باللغة الانجليزية. وهنا تضغط على تأكيد كلمة المرور عشان تتأكد ان كلمة المرور بتاعتك صحيحة. فاضغط على اكتب كلمة المرور من تاني. وبضغط على تغيير كلمة المرور. وقبلها لازم تكتب كلمة المرور اللي انت دخلتها دلوقتي في تحفظها على جنب عشان هتحتاجها بعد كده. بضغط بعد كده تغيير كلمة المرور. بيقول لي تمت العملية بنجاح، تم تغيير كلمة المرور بنجاح برجاء تسجيل الدخول. بضغط على تسجيل الدخول. بيطلب مني هنا البريد الإلكتروني ويطلب مني كلمة المرور. بضغط بعد كده ببدأ أدخل البريد الإلكتروني اللي أنا فعلت بيه. بكتب البريد الإلكتروني وبعد كده بضغط تاب او اضغط في كلمة المرور، بدخل كلمة المرور اللي هي اللي انت دخلتها الجديدة. وبعد كده بضغط على دخول. بيفتح لي الصفحة الجديدة كده.
بيفتح لي الصفحة زي ما انت شايف كده، وكده انت فعلت الصفحة بتاعتك، وبكده يظهر هنا الاسم بتاعك ودي الصفحة بتاعت الرئيسية، وبكده تم تفعيل البريد الإلكتروني وتم تفعيل الحساب بتاعك. وكده نكون خلصنا أول خطوة بالنسبة لنا إزاي نفعل الحساب بتاعنا. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.